أسلام ومرحبا بكم. إن شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعنا لكم اليوم في فيديو جديد. اليوم في الفيديو هذا باش نقدم لكم طريقة سهلة برشا سيرتو لعشاق الكابوتشينو، من غير ماكينة، من غير ما تبقى تركض فيها برشا. طريقة سهلة والكابوتشينو بنينة، جربوها بقدرة ربي تعجبكم برشا. أول حاجة يبدأ عنا هكا دبوزة بلار رغطة متاعها، باش نحطو فيها. ناخذ هذه النسكافيه سريعة الذوبان الكلاسيك، ناخذ مغرفة هكا، مغرفة نسكافيه نحطوها في الحطة هذه، ناخذ معاها سكر عادي. باش نحط انا نحط مغرفة قد المغرفة نتاع النسكافيه، انتم ما حسب الذوق، اللي يحب سكر برشا واللي يحب شوية. تصب معاها هذه هكا مغرفة سكر، وعندنا هكا ماء ماشيش ما نورمال، تحط معاها زوز مغارف ماء. هذه المغارفة الثانية. توا نسكروا الحكة هذه بالقدا، كيف ما تشوفوا نسكروها بالقدا هذه، ونحاولوا نركضوها الحكة هذه بالقدا. كيف ما تشوفوا هذي لون النسكافيه تبدل، كيف ما تشوفوا هكا تقريبا مدة دقيقتين ثلاثة هكا ركزتهم في الحكة. توا عندي لهنا هكا كوب، نصب فيه حليب غليته، حليب سخون تقريبا هكا كوب غير ربع. كيف ما تشوفوا هذه النسكافيه تاعنا بعد ما ركضناها دقيقتين من زمان. تو باش نصبوها فوق الحليب كيف ما تشوفوا، نحاولوا نهبطوها الكل. نجول الكوب هكا ونحاولوا نحركوه من اللوطة باش يتحرك يتخلط الحليب والنسكافيه بالرغوة هذه ما تشوفوا. كيف ما شفتوها هذية، كيف ما تشوفوا الرغوة. اللي يحب بار اكزومبل يزين بالنسكافيه يحط رشة هكا نسكافيه من فوق، رشة صغيرة. كيف ما تشوفوا هذه النسكافيه نتاعنا حاضره، شي الكابوتشينو نتاعنا حاضره. كيف ما تشوفوا تشوفوا الرغوه نتاعها كيفاه سهله، ما فيها شيء. جربوها بنينه برشا، ما تاخذش برشا وقت، ما تشدش وقت. جربوها وقدره ربي تعجبكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد وفي روسيت جديده ان شاء الله. في امان الله.